هذه قافلة صحية لفائدة متساكني معتمدية منزل شاكر، نظمتها مجموعة من الجمعيات وهي على شكل عيادات مجانية في اختصاصات متنوعة. القافلة الصحية مشاركة فيها الجمعية التونسية لحاملي القوقعة، وجمعية صحة وبيئة، ومنظمة مغيرون بمنزل شاكر، وبالشراكة مع مجمع الصحة الأساسية منزل شاكر، الفئات العمرية الكبيرة والفئات الصغيرة، مش نشوفوا نعمل قياسة السمع للصغيرات، ثم طب العيون، مش يصير عديد قسم مضاد والسكري الكبار والصغار، ثم الطب النفسي للأطفال، ثم طب الأعصاب الأطفال، ثم طب العيون. هذه القافلة مكنت عددا كبيرا من المرضى من الفحص الطبي وأيضا تقصي حالات للأطفال المصابين على مستوى السمع. معتمدية منزل شاكر معتمدية ساشعة جدا، ويعني فما ناس ما تقدرش باش تمشي على باش تمشي سبيسياليست لصفاقس، يعني اللي هي بصراحه ساكوتشير، معناها مش بسهل باش يمشي واحد سبيسياليست. انت وقت تجيب له حتى مره في العام ولا عامين لهنا باش يشخص يعني حالته يعني البدنيه، ما فائده كبيره ياسر نراها. في الغالب انه الناس ماهيش تعتني برشا بالسمع نتاعها، واليوم فرصة أنه اللي ما عداش اليوم يجي يعدي ونشوفوا له السمعة نتاعو. السمعة هذه يخص العيادة، هذه تخص الكبار وتخص الصغار. فما برشا صغيرات يتولدوا ما يسمعوش وتصير لهم عملية زراعة القوقعة، وهذا هو معناتها الهدف الأساسي، تقصي السمعة لدى الأطفال معناتها من الولادة نتاعهم وفي صغر سنهم، باش نجموا نحيطوا بهم ونقدموا لهم العلاج المناسب مبكرا. قدمت هذه القافلة خدمات صحية متنوعة مكنت بها الفريق الطبي من تقصي عديد الحالات خاصة لدى الأطفال، مع مواصلة متابعتهم وإرشادهم في مرحلة العلاج.